يقول الله تعالى في انقسام الناس في القرآن، وهو أعظم تذكرة وأعظم عظة تصل القلوب، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ثم قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم. وهنا يعني خبر مفزع، وهو عليهم عمى. القرآن الذي جعله الله تعالى نورا وبصيرة وهدى يكون لمن أعرض عنه، ولمن تنكب هداه، ولمن لم يرفع به رأسا يكون عليهم، كما قال الله تعالى وهو عليهم عمى، أي لا يزيدهم سماعه، ولا يزيدهم العلم به إلا المضي في الظلمات، إلا كالذي يمشي في طريق بلا إبصار، فهو عليهم عمى، يعميهم عن طريق الحق، لا يكون دالا لهم على الخير، بل على العكس يكون سببا لمزيد من الضلال. وهذا معنى قوله تعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة في الآية الأخرى. فلذلك كل الآيات على نحو واحد في أنها إذا جاءت وأعرض عنها الناس ولم يرفعوا بها رأسا كانت عليهم عمى، كانت عليهم خسار، كانت عليهم سببا من أسباب القسوة، كما قال الله جل وعلا ثم قست قلوبهم في هذه، ولكن قست كما قال الله تعالى ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.